بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم. النهارده عندي حاجه جميله، كلنا كنا نفسنا نعرف طريقتها. طريقتها سهله وموفره جدا جدا جدا، انا مجمدها قوي اهيت زي ما هوريها لكم بعد كده مع الفستق. نغرف منها شويه كده هنا ونيجي نشوف الدنيا فيها ايه وعامله معانا ايه. الفوزه العربي بجمالها وحلاوتها، طريقتها السهلة جدا، وعايزين نشوف مع بعض طريقتها عاملة ازاي. شايفين بقى من الحاجات المميزة اللي كل اللي دقها في البيت قال عليها مميزة جدا جدا كل جدا. كل اللي دقها قال عليها ايه؟ حاجات ايه رأيك فيها؟ يا لهوي انت حللت الفستق امتى؟ دي بقى من الحاجات الجميلة هنقدر ان احنا نعملها في البيت. كل ده فستق يا شيف؟ ده بتاخد فستق اكتر من كده. البوظة العربي من الحاجات المميزة اللي هتعجب حضراتكم جدا. يلا بينا نروح نشوف طريقتها ايه وعاملة ازاي. واحدة واحدة كده اسهل منها مفيش. يلا بينا يلا بينا. بص روح انت شوف طريقتها ايه، وانا هاخد الطبق ده واستناك على اخر على النهاية، هتلاقيني قاعدة مستنياك بالطبق. يلا بينا يلا بينا نشوف بقى عملنا البوظة العربي ديت ازاي. بيكون عندي كيلو لبن حليب، عندي 200 جرام من السكر او كوباية سكر، عندي ربع ملعقة صغيرة فانيليا، وطاحن عليها فصين مسكة، مسكة تركي يا ريت. عندي معلقة كبيرة من بودرة السحلب، بنلاقيها عند العطار هي والمسكة. 4 معالق كبار من النشا، المفروض كوباية قشطة، ما عنديش قشطة اللي هي القشطة اللي بتتباع بره أو الكريمة. بضرب 4 معالق كبار كريمة كده بودرة مع نص كوباية لبن. هنحط الكلام ده دلوقتي كده ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. ادي اللبن، دي المرحلة كده، وبعد كده هكمل لكم ايه تاني. ادي السكر، ادي النشا، بودرة السحلب، الفانيليا مع المستكة، لازم الفانيليا تتحط او تطحن مع السكر، وادي القشطة او الكريمة. دي المرحلة الأولانية هنروح بيها على النار، اللبن على البارد بالشكل دوت عشان ما يخرص، ونروح بيها على النار نبتدي نشغل الكلام ده كده على النار مع بعض عشان يبدأ يقفش معايا. هنروح على النار دلوقتي ونشوف ايه. ودي طريقة الايس كريم في اسكندرية يا جماعة، لازم تدوا نشا وكريمة، بس احنا هنا مش هندي خالص جيلاتينة ولا اي حاجة، هنتعامل بالصورة دي. ودايما ايديا كده في الخليط لغاية ما يشد معايا. كده يتقل عندي الخليط. السحلب الشامي يا جماعة بيبقى فيه مادة كده بتدي مطاطية اسمها الجوارجم، اسمها الجوارجم، بتدي مطاطية. شايفين الخليط كده ايديا فيه عشان ما يخرس. تحت السحلب تحفة طبعا، بحاول ادوب بس المستكة، اي مستكة مكرزة اهو جاهز عندي، يا اما في حدود مثلا كوبايتين كريمة لباني، بس قلنا انها غالية فاحنا هنشتغل بكوباية لبن مثلا كبيرة، اجهزها لكم دلوقتي. كوباية لبن كبيرة عليها مثلا في حدود 100 جرام كريمة خام، وضروري المهلبية ديت اللي هي عليها السحلب وعليها المستكة تكون باردة تماما، ساقعة تماما، عشان الدنيا ما تبصش معانا. لازم تبدأ تبقبق كده، طبعا انا هسيبها تسقع وبعد كده ارجع لكم، ولازم تتغطى عشان ما تكوليش قشرة، انا مش عايز اي تخريص خالص. ممكن بقى نحط فستق بندق في الارضية او فيها زي ما احنا عايزين. تبدأ تغلي عندنا هيت عشان ما تفكش مننا. اهدي النار ولازم تبدأ تغلي كلها اهي، غليت تمام. هنسيبها ونغطيها ونسيبها تسقع خالص. دي طريقة البوظة العربي. لسه بقى هنخش على كام قصة كده، وهو ده ايس كريم ومش محتاج مننا اي حاجة تانية. همشي معاكم واحدة واحدة كده ومش محتاج فيه اي حاجة، وهنضرب بمضرب عادي ولا حاجة خالص. نطفي النار ونسيبها تسقع. بعد ما المهلبيه سقعت بسيبها في التلاجة تسقع. دول كده في حدود ربع كيلو كريمه خام مع
في حدود كوبايه لبن، ربع كيلو كريمه خام مثلا، مع في حدود نص كيلو لبن، ونبدا نخفق الكلام ده كده. المفروض ان انا يبقى عندي كريمه لباني، لكن احنا بنحاول نعملها بتكلفه قليله قوي. هنجيب بقى المهلبيه اللي عليها المسكه واخده مننا السحلب وزمنها ساقت، ونشوف هنعمل ايه. ادي المهلبيه ساقت تماما، ولازم يا جماعه تكون ساقعه. ريحه المسكه مع السحلب روعه، لو سخنه مش هينفع. واو، البوظه العربي من الاكلات الجميله قوي، المثلجات الجميله جدا، وخصوصا في الفصل اللي احنا فيه دلوقتي. وادي الكريمه حدود تقريبا ربع كيلو او 200 جرام، كفايه قوي ياخدوا مني 400 لبن مثلا. ونبدا نخفق الكلام ده كده واحده واحده اهو. هدخل الكلام ده الفريزر، شايفين القوام عامل ازاي؟ شايفين المطاطيه اللي فيه؟ هيقعد معايا تقريبا ساعتين ويطلع نخفقه تاني. الكلام ده 3 مرات هنعمله، وبعد كده نسيبه في الفريزر ونشوف هنكمل نعمل ايه. ادي كده قعدت تقريبا ساعتين معايا، هتتخفق. بصوا عامله ازاي، جامده ازاي. ونخفقها 3 دقايق كده ونحطها تاني، هنكرر الموضوع ده 3 مرات. ده ساعتين تاني هنبدا نخفق الكلام ده. هنخش التلاجة تاني 2 أو 3 ساعات قبل ما نحط الفستق اللي هي المرحلة الأخيرة. يلا بينا، يلا بينا كده. إيه الدنيا تمام، نبدأ نخش. شايفين بقى المطاطية كده؟ هات لنا ده كده يكون تحتها طبق. ونبدأ نجيب ورق زبدة أو صاج أو عليه سيليكون زي ما هوريلكم كده. نبدا نحط الفستق كده بالشكل، ونبدا نفرد الكلام ده، ننزل بيه كده. لو حد قال الفستق غالي، هي بتتعمل بالفستق، ممكن نحط اي حاجة تانية. بس لو قلنا تمن فستق ب50 جنيه كويس جدا. فضي ده، نبدا نفرد البوظه كده تحت الايه، الفستق اهو بالشكل ده كده، عشان تخش الفريزر تبدا تجمد، عشان نملفينها زي السويس رول بالظبط وتبدا تتقطع شرايح. الموضوع بسيط مفيهوش اي حاجه. وادي الحشو بتاعنا اهو بالشكل. هدخل الكلام ده الفريزر يجمد، يقعد لي مثلا بتاع 6 ساعات، وبعد كده نبدا نلفه ووريه لحضراتكم. ادي كده البوظه اتجمدت، قعدت كام ساعه في الثلاجه كده واتجمدت اهي كده. بس افكها كده واحده واحده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. ونبدا نعمل ايه بقى؟ نبدا نيجي من هنا كده ونلف زي السويس رول بالظبط بالشكل. نلف ونضغط نلف ونضغط جامد. يكون عندي يا ريت لو ستريتش او فويل، ورق فويل او ستريتش قبل ما الموضوع يسيح معانا بالشكل ده كده، عشان نقرص عليه اهو كده. ونبدا نقرص قوي كده. لو عندي فستق ارش برضه فستق، وهتخش الثلاجه عندي. نرجع تاني كده عشان القرصه تزيد معايا. كل قوه وكل عزم كده. ناخد كمان جزئية من الفويل ونضغط تاني كده
ندخل الكلام ده بقى الفريزر ساعة كده ونبدأ نقطع منها ونشوفها عاملة ازاي. تمام، ادي عندنا البوظة العربي بعد ما خلصت كده بالشكل ده، وتبدأ بقى تتقطع شرايح مع الفستق من جوه. طعمه مميز، شكل مميز، ايس كريم ليه معنى طبيعي جدا بالمستكة والسحلب. يا رب دايما كده كل شيء يكون مميز بالنسبة لكم. لو عجبكم الفيديو بنعمل لايك وشير. قناة الشيف محمود عطية، ألقاكم على خير والسلام عليكم.